أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا، مرحبا بكم معنا إلى هذا العدد الجديد من البرنامج الإخباري الجزائر اليوم. مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إطار التضامن الحكومي، سيتم تخصيص عديد المنشآت الفندقية للحجر الطبي هذه المرة. للحديث عن تفاصيل هذه العملية أسعد باستضافة السيد محمد كريم شيخي، مدير جودة السياحة والضبط بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. مرحبا بكم سيدي. السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. شكرا لتلبية الدعوة. سيد محمد كريم شيخي، كما قلت في المقدمة، هذه المرة بعد الدور الكبير الذي لعبته وزارة السياحة في استقبال المواطنين الذين يأتون من مختلف البلدان، هذه المرة الحاجة تفرض بأن يكون فيه تضامن من خلال وزارة السياحة، هذه المرة في إطار الحجر الطبي. ما الذي حضرتموه لهذه العملية سيدي؟ شكرا. أولا لازم نعرف بأن دائرتنا الوزارية قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، وزارة الصحة والسكن وإصلاح المستشفيات، على توفير ما هي الشروط كي تكون هناك منشآت فندقية لاستقبال المواطنين في حالة المتابعة الطبية أو الحجر الطبي كما تفضلتم. نعم. يعني هذا التنسيق هذا كان تنفيذا لتعليمات السيد الوزير الأول، بحيث أن قمنا بتخصيص حوالي أكثر من 3500 سرير، حوالي في أكثر من 13 ولاية موزعة عبر التراب الوطني. نعم. وكذلك عدد المنشآت الفندقية المقترحة التي سيتم وضعها تحت التصرف هي حوالي 18 مؤسسة فندقية. نعم. كل هذا العمل هذا جاء أولا بالتنسيق مع المصالح كذلك المحلية، سواء مديرية السياحة والصناعة التقليدية للولايات، مجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية لجروب HTT، وكذا مديرية الصحة الولائية بالتنسيق مع الولات. لازم نعرف بأن هناك على مستوى الولائي هناك لجنة ولائية مختصة تضم العديد من القطاعات، من بينها قطاع السياحة، وعلى رأسها الوالي. نعم. جيد. لازم نعرف بأن دائرتنا الوزارية تقترح المؤسسات الفندقية الكفيلة بهذه العملية. على أي أساس؟ ما هي المعايير؟ المعايير. نعم. هي مع كما سبقت قلت مع وزارة الصحة. جيد. أي لازم نعرف بأن لا نستطيع أن نضع في سبيل المثال شخصين في غرفة واحدة. لازم أن تكون الأسرة، لازم يكون عملية الإطعام، لازم يكون هناك كذلك وسائل الاستقبال، لازم تكون كذلك غرف مخصصة للطاقم الطبي. نعم. هناك كذلك غرف مخصصة كذلك لأعوان الأمن. هناك غرف مؤسسة كذلك للمستخدمين الفندق. هناك أيضا معدات وآلات. جيد. نعم. على بها لازم الغرف لازم تكون تحتوي على هذه الشروط. نعم. ويجب أن نعلم بأن هذه الشروط هذه كما قلت بالتنسيق مع وزارة مديرية الصحة الولائية تكون شروط إلزامية. وقبل هذه العملية هذه لازم نعرف بأن قمنا بإحصاء عدد من المؤسسات الفندقية في إطار الحجر الصحي، هذه نقدر نطرقوا لها، يعني أوبريالابل من قبل تم إحصاء هذه ما هي المؤسسات الفندقية القابلة. نعم. لاستقبال المواطنين. وكما قلت لكم بشروط. والآن رانا في مرحلة ثانية وهي مرحلة المتابعة الطبية. نعم. حيث أن المحتوى تعليمة السيد الوزير الأول تقول بأن في حالة استنفاذ
الطاقة الاستيعابية في المؤسسات الاستشفائية سنضطر إلى تخصيص أسرة على مستوى المؤسسات الفندقية. وحنا في دائرة الوزارية كانت عندنا تجربة تجربة في ما يخص الحجر الصحي، وكذلك خاصة تجربة العمال المؤسسات الفندقية. يعني لازم يفولو روندغ اوماج، لازم نشكرهم على العمل اللي قاموا به في الحجر الصحي واللي بداوا يقوموا به في الحجر الطبي او المتابعة الطبية. وهذا سواء كانوا من العمومي الفنادق المؤسسات الفندقية العمومية او المؤسسات الفندقية الخاصة. نعم سيد محمد كريم شيخي، هل هناك بعض المنشآت الفندقية التي بدأت تطبق في الحجر الطبي؟ جيد. كاين نعم هناك مثلا على سبيل المثال نعطيك ولايتين. ولاية سطيف هناك فندق الهضاب التابع لمجمع فندق سياحة وحمامة معدنية، وكذلك فندق السوف بولاية الواد. هادو الآن راهم عندنا حصيلة يومية أكثر من 100 سرير هما، ولكن المخصص ما وصلناش ل 100 سرير في كل في 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 كل في كل فندق. حوالي المجموع الاثنين حوالي الى الحصيله هي يوميه تطلع وتهبط صدر بالنسبه للمواطنين الموضوعين للعلاج. فقط تنذكر في ولايتين الصيف نعم والواد. جيد. قلت لك فندق الهضاب وفندق هذا مثل وفندق السوف بولاية الواد. جيد. الآن هل فيه رغبة من قبل المؤسسة الفندقية الخاصة أنها هي أيضا تساهم في الحجر الطبي؟ لأن الحجر الطبي نعرفه عنده خصوصيات على الحجر المنزلي، هل لا تزال لديهم تلك الرغبة سيد محمد الشيخ؟ أظن بأن العملية الأولى أعطتنا مؤشرات. نعم. من بين المؤشرات أن هناك هبة تضامنية. كيف هذه الهبة التضامنية؟ هناك فنادق خاصة قامت مجانيا بهذه العملية، وبما أنه كانت هناك تجربة لهذه الفنادق ستكون هذه العملية المخصصة للمتابعة الطبية نفس الفنادق سواء كانت خاصة او عمومية. بما انه تكلمت اي نفسها اللي كانت عندها تجربة الحجر المنزلي ستكون لديها الحجر الطبي. هذا هو الكريتير المعيار اللي شفناه بان معيار مهم. لماذا معيار مهم؟ لان خاصة فيما يخص الاختيار هذه المؤسسات الفندقية اللي كما قلت لكم كان مسبقا مع قابلية هذه الفنادق، وكذلك العمال عندهم تجربة. شيء مهم لو كان نستعمل مؤسسات فندقية أخرى ربما سيكون هناك اختلالات أو بعض المشاكل. احنا قررنا بأن نعاود نشوفوا مع المؤسسة الفندقية التي استعملت في الحجر الصحي لاستعمالها كذلك للحجر الطبي أو المتابعة الطبية. جيد. الآن نتحدث عن الحجر الصحي، فيها الحكومة قررت إجلاء العديد من رعايانا الجزائري في مختلف بقاع المعمورة، أيضا ما هو المخطط الذي حضرتموه لهذه العملية، خاصة إذا قلتم سيد محمد كريم شيخي أنه نفس المؤسسات التي خصصت للحجر الحجر الصحي ستخصص للحجر الطبي، لكن هذه المرة لدينا عمليتين حجر صحي وحجر طبي، كيف ستتعاملون مع هذه القضية؟ يعني لازم نعرف بأن نعود لك إلى العملية المسبقة التي قمنا بها أي بالإحصاء. نعم. لما أحصينا المؤسسة الفندقية القابلة لاستعمالها في الحجر الصحي أكثر من 350 مؤسسة فندقية بطاقة استيعابية تقدر ب 30,000 سرير. وإحنا في العملية الحجر الصحي ما استعملنا إلا
حوالي 63 الى 70 مرحله اولى مرحله ثانيه، باش لازم نعرفوا بلي هاي تخوز ثلاث عمليات مراحل جيد مراحل، حوالي 70 مؤسسه فندقيه، وكان تم اجلاء اكثر من 10000 مواطن عالق في الخارج. يعني احنا لو كان ناخذوا الاحصائيات نقدروا نقولوا رانا اليز في الاحصائيات، ولكن العمل الميداني يجب ان يكون عمل منسق، اي ان التنسيق يكون مع المؤسسه الفندقيه، المؤسسه الاستشفائيه. عندما يعني كي نقول المؤسسه الفندقيه اي العمال، نعم، المؤسسه الفندقيه، وكذلك المسيرين المؤسسه الفندقيه، عمال الصحه والمديريات الصحة، وكذلك هذا بتنسيق مع ولاة المختصين إقليميا، لأن دائرة الوزارة تضع تحت التصرف المؤسسة الفندقية، ولكن فيما يخص التسخيرة فهي التسخيرة من السيد الوالي المختص إقليميا. جيد. القطاع قطاع السياحة تضرر، هو أيضا من تضرر اقتصاديا من جراء جائحة كورونا. كنا سمعنا أمس وزير المالية أعطى بعض الأرقام، خسائر الفنادق الحكومية بلغت 27.3 مليار دينار، أي ما يناهز 227 مليون دولار. سيد محمد كريم الشيخي، ما هي الخطة الآن؟ هل في خطة استباقية منتهجة لربما التقليل أو التخفيف من هذه الخسائر بعد جائحة كورونا؟ أظن أن نحن في دائرتنا الوزارية قمنا بتشاور، التشاور مع الفيدرالية، مع المتعاملين السياحيين والمتدخلين في السلسلة السياحية، بما فيهم الفيدرالية الوطنية لوكالات السياحة والأسفار، الفيدرالية الوطنية للفندقيين، الفيدراسيون ناسيونال دي زوتولي، الفيدراسيون ناسيونال دي زاجونس دو توريزم، وكذلك لو سينديكا ناسيونال دي زاجونس دو تور سناف، النقابة. قمنا وكذلك لا ننسى مجمع اتش تي تي، فندق سياحة وحمامات معدنية، كذلك الديوان الوطني الجزائري للسياحة، كذلك الوكالة الوطنية لتنمية السياحة لانديتي لونات، قمنا بمشاورات، نعم، وكذلك تقييم للخسائر، وخاصة باقتراح تدابير كفيلة للحد من الانعكاسات، نعم، الاقتصادية على هذه. تعطينا بعض هذه التدابير؟ نعم نعم، نقدر نلخصها التدابير في تدابير جبائية، شبه جبائية، إعانات مالية، وكذلك فيما يخص منح القروض بدون فائدة، كذلك فيما يخص بعض الإعانات الإدارية. نعطيك على سبيل المثال إلغاء الجبائية وشبه جبائية، إلغاء الضريبة للمؤسسات السياحية، كي نقول مؤسسة السياحية هي المؤسسة الفندقية وكذلك وكالة السياحة والأسفار وكذلك المتعاملين خلال هذه الفترة، أي فترة الوباء هدايا، نعم. كذلك فيما يخص الاشتراكات، إعفاء فيما يخص تسديد الاشتراكات كازنوس وكناس، لأن لازم نعرفوا علاش كناس وكازنوس، لان هذا الاعفاء لازم يمس، حنا حصرنا لازم يمس المستخدمين والمستخدمين، لي زومبلوي لي زومبلوي، حنا ما درناش فرق بين القطاع الخاص والقطاع العام، حيث بان التدابير التي قامت بها دائرتنا الوزارية قام بارسالها الى الوزارة الاولى، نعم، كانت على شكل تدابير المشتركة اللي تدخل فيها هذه التدابير الجبائية والشبه جبائية والإعانات المالية، وكذلك تدابير خاصة بقطاع السياحة، خاصة بقطاع الصناعة التقليدية، خاصة بمجمع أشتتي، لأن كل واحد عنده خصوصية. على سبيل المثال في وكالات السياحة والأسفار، عندنا الوكالات اللي عندها تذاكر
للتذاكر شريتهم على مجموعة من شركات الطيران، والزبون لا يقول لك أنا ما رحت، لازم التعويض. يعني هنا خصوصية للوكالات. كذلك بالنسبة للفنادق اقتراح، يعني سيتم تعويض الوكالات، هذه التدابير اللي احنا رسلناهم إلى الوزارة الأولى. وكنسمع الأمس تدخل السيد وزير المالية، يعني معظم التدابير اللي تم اقتراحها من طرف دائرة الوزارة أخذت بالاعتبار. أول اقتراح هو دو ديكلاري لو سيكتور ان سيكتور سينيستري، يعني في حالة أزمة. لماذا؟ لأن عندما نصرح بأن قطاع في حالة أزمة، يعني فيه تدابير يستطيع أن يستفيد من تعويض التأمينات. هذا العبء هذا من التأمينات راح يخفف كذلك على الدولة. يعني عندنا دو زوبسيون، دو سوليسيون بلوتو، اقتراحين او حلين. الحل فيما يخص الشركات الامنيه اللي تقدر في حاله تصريح بان قطاع السياحه والصناعه التقليديه في ازمه سينيستري، الشركه التامينه تقوم بتعويض، وكذلك الدوله تقوم بتعويض. باش نكمل كذلك فيما يخص مثال مجمع اتش تي تي، عنده في عمليه تاهيل والعصرنة للمؤسسة الفندقية. كان عنده قروض بنكية، في القروض البنكية كل شهر لازم يسدد هذه القروض. والمؤسسة الفندقية اللي غلقت راهي عبء على المجمع، يعني المؤسسات اللي راهي تخدم هي اللي تخدم على اللي ماش تخدم. التسديد هذا راح يكون عبء. احنا اقترحنا انها تلغى او انها تستعمل كان كونكور ديفينيتيف للدولة، يعني كإعانة من الخزينة، يعني إعانة وليست قروض. جيد. سيد محمد كريم شيخ مقناش، كثير من الوقت كان نقطة مهمة أريد أن أتطرق إليها معكم. هل فكرتم في ربما بروتوكول صحي لإنقاذ الموسم السياحي؟ لأنه شفنا الموسم من مارس إلى اليوم وندخل في موسم الاصطياف، هل فكرتم في بروتوكول ربما لإنقاذ موسم الاصطياف؟ سيد محمد كريم شيخ، قبل التكلم على البروتوكول وموسم الاصطياف لازم نعود نولو شويه للور، اي ان مارس وافريل هما شهرين من موسم السياحه الصحراويه. وكانت بدات موسم السياحه الصحراويه قد بدا من شهر اكتوبر، وكانت عندنا مؤشرات لا باس بها من شهر يعني مارس وأفريل. كذلك ما ننساوش موسم السياحة الصحراوي اللي تأثر كثير الوكالات السياحية في الجنوب، وكذا المؤسسات الفندقية أو المؤسسات الفندقية سواء خاصة أو عامة. ومن بعد جاء الموسم الاصطياف، وكما تعرفوا أن موسم الاصطياف مرتبط أساسا بالشواطئ. هذه الشواطئ كان تغلق أو تفتح بقرار من السيد الوالي المختص إقليميا، وللحد من انتشار وباء كورونا تم في العديد من الولايات قرار غلق هذه الشواطئ، هذا للحد من الوباء. يعني أن الموسم السياحة الصحراوية وموسم الاصطياف كان متأثرين، لا يوجد نشاط، سي لاغي دو لاكتيفيتي، توقف النشاط كاملا. وعليه البروتوكول الصحي، دائرتنا الوزارية لا تستطيع أن تقوم بالبروتوكول الصحي إلا مع الجهات المعنية، والجهة المعنية هي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفى. يعني باختصار سيد محمد كريم شيخي، إذا تم الفتح الشواطئ هل البروتوكول جاهز؟ البروتوكول احنا درنا ان بروجي دو بروتوكول، مشروع مع وزارة الصحة، يعني درنا معهم لقاءات في شهر ماي وجوان. قمنا بجملة من الاقتراحات،
تشاورنا وراح يكون البروتوكول في حالة احنا نقولها في حالة فتح الشواطئ أو التصريح بموسم الاصطياف مفتوح. جيد سيد محمد كريم شيخ مدير جودة السياحة وضبط بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، شكرا جزيلك على الحضور معنا، وإن شاء الله يتم فتح يزول هذا الوباء ويتم فتح هذه الأماكن ونتحدث على هذا البروتوكول إن شاء الله. إن شاء الله هذا ما نتمناه. شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك. متواصلون مشاهدينا إلى الملف الثاني. إلى الملف الثاني الآن، أين قدم أو قام الوزير الأول عبد العزيز جراد بتنصيب لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني؟ سيكون لدينا حديث عن هذا الموضوع مع السيد الأستاذ عبد الرحمن عيا مدير مخبر تطوير المؤسسة الاقتصادية بجامعة تيارت. مرحبا بكم سيدي. أهلا وسهلا. شكرا لتلبيتي الدعوة. مرحبا سيد عبد الرحمن عيا، حتى ندخل مباشرة في الموضوع، ما هو أهداف تقييم انعكاسات هذا الوباء على الاقتصاد الوطني؟ هو شيء طبعا دعنا نقول أصبح ضرورة في الوقت الحالي، لأن الحكومة كانت صريحة بالأمس وقدمت أرقاما يعني مالية للخسائر التي تكبدتها المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى الأعباء التي تحملتها نتيجة لمواجهة جائحة كورونا، وبالتالي فهناك عبء مالي دعنا نقول استثنائي، وهو يعني يزيد من الوضعية التي الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطني خاصة على مستوى العجوزات المالية. أصلا القانون المالية التكميلي في عجز في حدود 2000 مليار دينار جزائري، وبالتالي فأعتقد أن هذه الخطوة أصبحت اليوم أكثر من ضرورة من أجل تسليط الضوء على يعني ما هي الخسائر الحقيقية وتعطى لها يعني صفة دعنا نقول رقمية، ثم ذلك يعني يتشارك الجميع في اقتراح الحلول وإيجادها. طبعا صراحة حتى أكون يعني نوعا ما عملي، هو اقترح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وأنا يعني أدرك أنه يعني لديه ملامسة ميدانية، كما أنه يعني السيد الوزير المنتدب المكلف بالإسراف أيضا لديه نظرة ممتازة للوضعية الاقتصاد الوطني، وبالتالي فأعتقد أنه إذا وجد هذان المسؤولان يعني الدعم الضروري أو الدعم دعنا نقول لازم من قبل يعني الشريك الاجتماعي ومن قبل المتعامل الاقتصادي، فأعتقد أنه يعني النتيجة ستكون نوعا ما يعني دعنا نقول أنها جيدة من الواقع. بارك الله فيك. هذا هو سيد عبد الرحمن عيا، سيد الوزير الأول عبد العزيز جراد كان أعطى تعليمات بأن يكون هذا التقييم بعيدا عن كل مزايدات. في اللغة الاقتصادية ماذا نعني بهذه المزايدات سيد عبد الرحمن عيا؟ ممتاز. هو أنا أولاً يعني عدم وجود المزايدات هو أنه طرح الحكومة بالأمس كان طرح عملي اقتصادي، والاقتصاد يعني بعيدا عن التعاطي السياسي، لأن التعاطي السياسي للمسائل يعطي بعدا دبلوماسيا ويدخل نوعا ما في دعنا نقول أحيانا في متاهات تبعدنا عن الواقع، وهو من الأسف الشديد ما كنا نشاهده في السابق عندما كانت تتعامل مع الحكومات السابقة مع يعني مختلف المتعامل الاقتصاديين، بحيث أنه الأمور كانت يعني محسومة سابقا، ويعني كل ذلك كان من أجل التعاطي السياسي. اليوم أعتقد أن الحكومة كانت واضحة، قدمت أرقام، قالت بأننا يعني نحتاج إلى وقفة حقيقية من قبل المتعاملين الاقتصاديين ومن قبل الشريك الاجتماعي، وعليهم أن يقدموا يعني لمستهم، ويعني دعنا نقول الوضع يعني الأباق تاعهم يعني في هذا الخصوص، حسنا بارك الله في هذا الخصوص، سواء على مستوى المقترحات وسواء على مستوى تقييم الخسائر، وحتى يعني ما يمكن أن يكون تذليلا أو دعنا نقول تخفيفا من الأعباء من خلال يعني ما تم اقتراحه. وأنا صراحة كنت اقترحت هذا من قبل، أنه ينشئ صندوق مالي للتضامن بين المتعاملين الاقتصاديين وللمحافظة على المناصب على العمل.
جيد. أستاذ عبد الرحمن عيل، ما هي رمزية أن يكون هذا اللقاء ما بين الحكومة وما بين أيضا أرباب العمل وممثلي المجتمع المدني، وكأنها ثلاثية غير معلنة من أجل إيجاد تقييم حقيقي لآثار كورونا على الاقتصاد الوطني؟ سيد عبد الرحمن عيل، ممتاز. شوف، أنا سأكون نوعا ما عملي في هذا الطرح. في السابق للأسف الشديد يعني أغلب المتعاملين الاقتصاديين المحظوظين كانوا يحظون ب يعني دعنا نقول جوائز تمنحها يعني الحكومات السابقة من خلال مشاريع، من خلال يعني مختلف دعنا نقول الصفقات، بارك الله فيك. وكان يعني عدد كبير ممن يعني يحاولون أن يعني يقدموا خدمة للاقتصاد الوطني ويحققوا أرباح ويحققوا المردودية الاقتصادية، وبرغم من أن القانون أحيانا كان يعطي فرصة من خلال 20% للمؤسسات الصغيرة المتوسطة في الصفقة العمومية، ولكن كان يتم إقصائهم. وبالتالي فأعتقد أنه اليوم لابد أنه يعني استوى الجميع على الطاولة، وأنه اليوم يعني لا يوجد هناك دعنا نقول يعني محظوظ أو يعني محبوب لدى الحكومة أو لدى الدولة. الجميع يعني تساوى في طاولة واحدة، ويعني لمسنا حتى من خلال النظرات بأنه نوعا ما تغيرت نبرة الحكومة، وأنه يعني حاليا نحتاج إلى يعني ناس يقدمون الاقتصاد الوطني أكثر من وقت سابق. هذا الأمر طبعا يحتاج إلى نوعا ما تكافل الفرص أو تكافل يعني الجهود، بارك الله فيك. وللأمانة لابد أنه يعني نحاول أننا نخلق نوع من الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين، لأنه المتعاملين في السابق يعني فقدوا ثقة، كان يعتقدون أو كانوا يعني يتقربون من الحكام للحصول على صفقات في مختلف المستويات الاقتصادية. اليوم يعني نحتاج إلى أنهم يعني يكون لديهم ثقة أكثر، يعني من خلال يعني ما يعرف بالتنافسية الاقتصادية، يعني من يكون محظوظا ليس هو من يتقرب، ولكن من لديه قدرة تنافسية. الحكومة أيضا عليها أن تقدم بعض يعني المؤشرات الإيجابية حتى يعني تعطي انطباعا بأنه يعني هي جادة في طرحها، وبالتالي خلق ما يعرف بالديناميكية. جيد. أستاذ عبد الرحمن نعي، بالإضافة إلى إعانات الدولة للتخفيف من انعكاسات كورونا، كان تحدث وزير المالية عن ضخ أو تخصيص 1,000 مليار دينار وأيضا 10 ملايير دولار لمساعدة الاستثمار المنتج. أنتم كمدير لمخبر تطوير المؤسسة الاقتصادية، مبالغ مثل هذه ما الذي يجب أن يكون أو لمن يجب أن تعطى الأولويات حتى لا نقع في أخطاء الماضي؟ أستاذ عبد الرحمن، أولا الاقتصاد المنتج هو الذي يتحمل تكاليف المؤسسة، هذه أول نقطة. لا يمكن أن نقول أن هناك مؤسسة اقتصادية ثم بعد ذلك تحقق خسائر، هذا غير مقبول من الناحية الاقتصادية. هناك عدد كبير من المؤسسات العمومية ما يعرف بإيبيك يعني تحقق خسائر، هذه ليست مؤسسة اقتصادية، هذه مؤسسة تعتمد على الحكومة لتغطية الخسائر. أول شيء تحمل تكاليف، لابد أن تكون لديها ما يعرف بالمردودية الاقتصادية، أنها تحقق المردودية الاقتصادية، وهذا هو المطلوب. ومن خلال المردودية الاقتصادية تراكم رأس المال وتوظف عمال جديد، ثم ذلك تساهم في الإنتاج الوطني وتقلل بالتالي من الاستيراد، وثم بعد ذلك الأمر مهم أيضا تخلق مناصب العمل. يعني 5 آليات أساسية لنتكلم مع المؤسسة الاقتصادية: تحمل التكاليف، المردودية الاقتصادية، المساهمة في الإنتاج الوطني، الاستيراد، ثم بعد ذلك خلق مناصب عمل. إذا لم تكن هذه 5 أشياء، أنا بوصفي مدير مخبر طول المؤسسة الاقتصادية الجزائرية أسعى إلى أن تكون المؤسسة الاقتصادية الجزائرية تتوفر على هذه الأمور، ثم بعد ذلك تحتاج إلى خلق مناخ، هذا المناخ لابد أن توفره الحكومة. ومن أهم الأشياء لو سمحت فقط أنه لابد أن يكون هناك إصلاح مالي، يعني دعنا نقول نوعا ما سريع. نعم، وهذا ما كنت سأتحدث عنه أستاذ عبد الرحمن عيلي، أن بين نقطتين مهمتين تحدث عنهما وزير المالية، وهي قضية هيكلة النظام الضريبي والنظام المالي بما فيه القطاع البنكي. أستاذ، الآن مدام قلت يجب أن نسرع، الآن ما هي الآليات، بأي طريقة سنقوم بهيكلة النظام الضريبي والنظام البنكي أيضا؟ شوف،
صراحة، وهذا يعني أتمنى أن يسمعه المسؤولين، الرقمنة هي الحل الوحيد للخروج من الثقل المالي في الجزائر. لا توجد أي آلية سوى الرقمنة، لابد أن نصبح نتعامل بالرقمنة. الرقمنة الحمد لله جربناها في الحج، جربناها في اختيار مواقع عدل، جربناها ونجحت، جربناها في البكالوريا. إذن الرقمنة هي العامل الأساس للخروج من العبء أو الثقل البنكي، لأنه الأصل سأشرح لك نوعا ما الأمر. أنت لديك سيارة وتريد أن تصلحها، أنت تصلح تلك السيارة وأنت لا تدرك هل تلك السيارة تصلحت فعلا ولا لا، تحتاج إلى وقود حتى تدير المحرك لتعرف ما هي نتائج إصلاحات. إذن المالية هي بمثابة الوقود في السيارة، هي بمثابة الدم في جسم الإنسان، وبالتالي في البنوك هي يعني دعنا نقول ميكانيزمات التي تضخ المال في الاقتصاد. لذلك نحتاج إلى ديناميكية في العمل البنكي من خلال الرقمنة. لابد أنه أهم شيء أنه الشيك يولي وسيلة دفع آنية. الشيك يولي كي تعطي الواحد شيك كي اللي يعطيت له يعني ورقة 1000 دينار، يعني لا يوجد هناك أي يعني مخاوف. طبعا أنا أفتح قوس المخاوف من البي تاع 1000 دينار موجودة، قد يكون يعني مزور، قد يكون كذا، ولكن من نفس المخاوف قد تقع على الشيك. ولكن لابد أن الثقة الائتمان يعني الله كريديبيليتي اللي راهي موجودة في البي تاع 1000 دينار تكون نفسها موجودة في الشيك. هنا لو أصبح الشيك وسيلة دفع آنية، هنا ستزيد وسائل الدفع، لا نبقى نعتمد على الكاش، سنخرج من إشكالية السيولة. البنوك ستكون لديها يعني دعنا نقول قدرات، بارك الله في قدرات مالية لتمويل المشاريع الاقتصادية. وإذا قامت البنوك بتمويل المشاريع الاقتصادية فهذا ما نحتاجه فعلا اليوم. كيف إذا سمحت دكتور عبد الرحمن عيا حتى أكون يعني معك في نفس السياق، الآن كيف يمكن أن نخلق هذه الثقافة؟ تخيل أن العديد من المتعاملين الاقتصاديين وأرباب العمالة يضخون أموالهم في البنوك، وهذا دون أن نتحدث عن المواطن العادي أو عن السوق السوداء. الآن كيف يمكن أن نخلق هذه الثقافة؟ هل من امتيازات، هل من تحفيزات حتى نضخ هذه الأموال إلى البنوك؟ أولا لو أصبح الشيك وسيلة دفع آنية، أنا لا أتصور أنه بين الحين والآخر الناس تجيب تحتاج الناس إلى يعني كما نقول إحنا تدريجيا. علاش الشيك؟ الشيك أوليو باش إنسان يولي يدي شكارة، يولي بالشيك يعرف أو يدفع الشيك. ما سأشرح باختصار حتى يفهمني الناس. الشيك ما معناه؟ أنك تشتري أنت سلعة من عند متعامل يحرر لك شيكا، هنا انتقل إلى النقود الكتابية، قد يكتب لك 1 مليار دينار في ذلك الشيك. هنا ما يحتاج يروح يجبد الشيك أو يجبد المليار يضعه في كيس ويقدم لك، لا فقط عن طريق الشيك. ثم بعد ذلك أنت تأخذ شيك إلى البنك تاعك، تطلب من بنكك أن يضع لك قيمة الشيك في الحساب. هذا هو اللي أنا ندرسه تقريبا منذ 2010، منذ ما جاءت ما يعرف بالمقاس الإلكترونية. لو اتجبت للشيك إلى البنك تاعك والشيك تأكد من البنك عن طريق المقاس الإلكترونية الفورية، سيقول لك بأنك الأموال تاعك دخلت. الحل في الرقمنة. ثانيا قبل ما نمشي فقط، لازم ننتقل إلى المفهوم الاقتصادي للبنك. البنك اليوم يدار وفق رؤية إدارية. ما معنى أنك مثلا اليوم البنكي مثلا يتعب الإداري، لابد أنه البنوك تحول إلى تاجر، والتاجر يحب يربح، يحب يتفوق على زميله، يحب يتميز. التميز هذا يأتي عن طريق تحفيز العامل. لابد أننا نخلق فوارق في أجور البنكيين. إحنا كي يبدأ البنكي يخدم ولي ما يخدمش يتقاضوا نفس الأجر، لا، نعطيك إمبريم، وقلتها فيما سبق، يعني مقارنة بعدد العمليات التي قمت بها. وهنا ستتفاجأ، ستجد أن بنكيين ممكن يخرجوا إلى خارج البنك ويطلبون من المتعاملين من أجل بشي حقق لابريم. التحفيز عن طريق العلاوة مهم جدا، وهذا من أولويات ما يعرف بالمؤسسة الاقتصادية، لأن هنا نتكلم عن المردودية الاقتصادية. جيد، إذا سمحتم باختصار دكتور عبد الرحمن عيا، الآن كيف خاصة لما نتحدث عن توسيع الوعاء الضريبي، كيف يمكن أن نحقق هذه النجاح الاقتصادية دون أن نمس بالجانب الاجتماعي خاصة طبقة الهشة؟ نكمل لك في 30 ثانية وسأعود إليك. طبعا ثم ذلك لديك منتجات بنكية مثلا تفتح المالية الإسلامية.
الإسلامية اللي فتحت على الحكومة وتكلمت عليها بصراحة، وهذا قد يجلبك مستثمرين لليوم راه موظفين يقول لك أنا نقعد نخلص 3 ملايين خير من نروح لابونك نتعامل بالأسلوب التقليدي نتعامل بالمالية الإسلامية. قادر تجيب موظفين تخرجهم من المؤسسات يولوا مستثمرين يديروا يتولي ما همش عبء على الدولة وهما يخلقوا العمل. الضريبة يا أخي سيد أحمد أيضا عن طريق الرقمنة. اليوم انت يا لو كان حنايا علاش المتعامل الاقتصادي أو دافع الضريبة علاش يروح لليزامبو ويدير لاشان ويدفع أوراق؟ هذا شيء متعب. قال أنا نوجه نداء إلى وزارة المالية مدام اليوم في الجلسات، قال جماعة ليفي اللي راهم في الجوزافي كل واحد راه في الجوزافي نديروا له جدول يفرسينا عن طريق البريد، ما يجي ما نشوفوه ما والو، بعد ذلك يقدر يسكاني هذاك يعني الطالون بارك لافك روسو يسكانيه عن طريق عن وخلاص. وبعد ذلك انت تجمع انت كانسان يعني رقمي او موظف في البنك او موظف في الضرائب تتحول من المعامله الماديه الى المعامله الرقميه. واليوم رانا شفنا احنا في الجامعه اليوم انا راني مدير مخبر ترسل الي الوثائق عن طريق البريد يعني نمضي عليها ونصادق عليها ونرسلها بناء على تعليمه من حكومه اننا يعني نتحاشى التقارب ونتعامل عن طريق الرقمنة. جيد الحديث معكم شيق دكتور عبد الرحمن عيا، ستكون لدينا فرص أخرى بحول الله للحديث عن مواضيع أخرى. دكتور عبد الرحمن عيا مدير مخبر تطوير المؤسسة الاقتصادية الجزائرية بجامعة تيارت، شكرا جزيلا لك على الحضور وعلى هذه الإفاضة من هذا الملف الاقتصادي إلى أخبار الاقتصاد بعد الفاصل. أخبار الاقتصاد لنهار اليوم أعدها ويقدمها زميلي نور الدين ربيع، مرحبا نورتي. شكرا زميلي سيد أحمد، وأنا بدوري أرحب بالمشاهدين الكرام. والبداية بالبحث العلمي، حيث أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان رفقة وزير الصناعة الفرحات أيت علي إبراهيم يوم غد على حفل للتوقيع على بروتوكولات اتفاقية تتعلق باستحداث أقطاب تكنولوجية بالتعاون مع قطاع الصناعة، وذلك باستحداث قطب تكنولوجي يرتكز على ديناميكية ابتكار تقوم على وضع شبكة قصد تشجيع تداول الأفكار وتبادل الكفاءات واستفادة أكبر عدد من الفاعلين المحليين من التكنولوجيات الجديدة، كما ستسمح أيضا بتدعيم الشراكة بين المؤسسات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ووكالات أو هيئات للبحث. يعتزم بنكان عموميان طرح منتجات مالية إسلامية في غضون الشهر المقبل حسب ما أفاد به وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، مؤكدا أن المالية الإسلامية أصبحت حقيقة منذ صدور نظام بنك الجزائر المحدد للعمليات المتعلقة بها ولقواعد ممارستها، وأن هذين البنكين العموميين سيقومان من هنا وإلى غاية الشهر المقبل بتوفير منتجات مالية إسلامية موافقة للشروط المنصوص عليها. إلى أوروبا الآن، حيث يواصل المسؤولون الأوروبيون مشاوراتهم حول سبل التوافق بين خطة انتعاش للخروج من جائحة كورونا والميزانية الأوروبية المتعددة لسبع سنوات المقبلة، ووضع دول الشمال الأوروبي شروطا محددة مقابل السماح بالإفراج عن منح ومساعدات لدول الجنوب المتضررة من فيروس كورونا. كما اشترط أيضا احترام دولة القانون عند البت في الميزانية الأوروبية المقبلة، وهو ما تعارضه الدول الشرقية. من جهتها أعلنت المستشارة الألمانية إنجيلا ماركل التي تتولى بلادها رئاسة الدورية الأوروبية تسجيل بعض التقدم بتجاوز بعض الخلافات خلال المحادثات التي جرت الجمعة والسبت بين رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي دون أن تؤكد على التوصل إلى أي اتفاق.
والآن نأخذكم إلى اليابان، موطن رياضة الجيدو التي تحتل ريادة عالميا. هذا التخصص وهذا التخصص بالضبط وبالبذلة التي تنسج في هذا البلد، فحياكة الملابس الرياضية في طوكيو تعد موردا رئيسيا للملابس الخاصة بهذه الرياضة حول العالم، وكمورد اقتصادي وكعلامة تجارية في الجودة. تفصل ربيعة أبو زيدي. أجمل هدية قد يحصل عليها لاعب رياضة الجيدو هي ملابس جيدة لممارسة رياضته الممتعة بأريحية، وهو ما يعكف عليه مسؤولو النسيج وحياكة الملابس الرياضية في اليابان من أجل الإبقاء على المراتب الأولى لهذه الرياضة في موطنها والاهتمام بأدق تفاصيلها. ملابس الجيدو المصنوعة للطلاب والرياضيين نصنعها بحب ونراعي في حياكتها الدقة، لأن الهدف هو إسعاد الناس بمنتجاتنا. وعندما يتحصل الرياضيون على المراتب الأولى في البطولة الوطنية يرجعون الفضل في ذلك إلى ملابس الجيدو المصنوعة بإتقان وبنوعية ممتازة. رغم استخدام الآلات الصناعية في معامل النسيج، إلى أن العمال يتفقدون الغزل باليد والعين للتأكد من كل مراحل الإنتاج والتأكد من سلامة وجودة ونوعية القماش المستخرج. إنه قماش فريد بحيث نراعي فيه أيضا طريقة طي الجيدوجي، بحيث يكون الجزء الذي يلمسه الخصم يبدو ناعما للغاية، ولكن عند شده فإنك تلاحظ كم هو مقاوم، لذا نفكر حتى في طريقة طي الملابس. الاهتمام بالتفاصيل وإتقانها هو ما يعد العامل الجوهري لنجاح الصناعة النسيجية في اليابان، والتي انعكست بشكل إيجابي على القطاع الرياضي ودفعت برواده لاحتلال الريادة. انخفضت أسعار النفط إلى 43.12 دولارا بعد أن بلغت الأسبوع الماضي 44.12 دولارا للبرميل. وكشفت شركة بيكرز هيوز للخدمة النفطية على انخفاض عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة الأمريكية بحفار واحد إلى 180 حفارا هذا الأسبوع. ويخشى محللون من تفاقم الأوضاع وعودة قيود الإغلاق والعزل في بعض الدول في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم مقتربة من 14 مليون حالة. إلى أخبار المعدن النفيس الآن، حيث صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية ب 0.5% ليصل إلى 1812.96 دولارا للأوقية. وتراجع سعر المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة ب 0.1% ليصل إلى 1798 دولارا. ونختم الموعد الاقتصادي بإطلالة على صرف أهم العملات الأجنبية بالدينار الجزائري. صرف نختم الموعد الاقتصادي، عودة إلى زميلي سيد أحمد لمتابعة باقي برامج الجزائر اليوم. وكذلك زميلي نور الدين ربيع، شكرا جزيلا لك. مباشرة بهذا نصل إلى ختام هذا العدد من برنامج الجزائر اليوم. نلتقي غدا بحلول نفس التوقيت وعلى نفس القناة. سلام.